تعالوا نشوف المواقع الانترنت كمان قالت ايه عن النادي الاهلي من امبارح للنهارده. الموقع الرسمي للنادي الاهلي عبد الحفيظ يتحدث عن الفوز على بتروجيت ويوجه سؤال للجنه الحكام. الشروق محمد يوسف يكشف عن مكاسب الاهلي بعد الفوز على بتروجيت. يلا كوره محمد يوسف ندب ضمن 8 مكاسب امام بتروجيت وانا تحت امر الاهلي. اليوم السابع الاهلي يبدا الاستعداد للجونه في الدوري العام بدون راحه. الاشاعه تحسم موعد غياب حسام عاشور عن تدريبات الاهلي. الوفد فحص طبي لثلاثي الاهلي. المصري اليوم مصاب برنامجهم التاهيلي اليوم. البوابه الاهلي يحسم مصير احمد الشيخ. يلا كوره محمد محمود ساكون على قدر المسؤوليه في الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي 10 لاعبين من فريق اليد في الاهلي في معسكر المنتخب في اوروبا. الموقع الرسمي للنادي الاهلي الالفي هدفنا الفوز في دوري المرتبط.